داكشي اللي كتشوف واقع حاليا في بريطانيا. نصف البريطانيين منوضينها صباط مع المسلمين، والبوليس هو الاخر اللي كانوا كيحشموا منهم شويه، خرجوا معاهم للايبوس الخوم عصا، اي بلاصه فيها المسلمين كيدمروها. بنادم كيدير التام وكيجيب معاه هراوه وكيقصد المناطق ديال المسلمين، وفين ما لقاو شي حانوته كيهرسوها كلها. بنادم الصافي هرب ليا الفرخ وما بقى عندهم ما يخسر، العافيه شعلوها، الشوارع خربوها، الشماكريه ديال الحومه بداو كيستعرضوا العضلات ديالهم، لدرجه انه الحكومه البريطانيه طلبت من المسلمين انهم ما يخرجوش من الدار تحت اي ظرف كان، حيت في ظل هاد الروينه اللي واقعه ما كاينش شي قوه اللي باقا مازال تقدر تحميهم من المتطرفين. اسوأ حمله كراهيه وقع حاليا في تاريخ بريطانيا، وفي الوقت اللي رئيس الحكومه بدا كيتحلف المواطنين وباللي ما غاديش يرحمهم. وفعلا لحد الساعه اكثر من 400 واحد تشد في الحبس، ناضوا سياسيين مشهورين في بريطانيا ولاو كيخرجوا في مظاهرات باش يزيدوا يسخطوا الشعب على المسلمين. دابا فاش كتشوف هاد الاحداث ديال الشغب اللي وقع، فغالبا كيحسب لك انه شي حاجه اللي الله وقعات، ولكن في الحقيقه هاد المصيبه بدات نهار 29 من شهر 6. اللي وقع هو انه في نهايه السنه الدراسيه واحد الكلوب في مدينه ساوث بورث كان منظم حفله للوليدات الصغار والعائلات ديالهم، ودايرين لهم داكشي بالتيم ديال تايلور سويفت باش يزهاو الوليدات بمناسبه نهايه السنه والعطله ديال الصيف اللي جايه. حتى واحد شويه كيدخل عليهم واحد الراجل هز موس غيبدا اللي جحده ولا بان ليه بدا يشلط فيه، وفي المجموع جرح 10 ديال الناس او بالاحرى حاول 10 ديال الناس، وهذا الشيء من بعد ما قدر يصفيها لثلاثه ديال البنيتات الصغار، بيبي اللي في عمرها 6 سنين، إلزي اللي في عمرها 7 سنين، واخيرا اليس اللي في عمرها 9 سنين. وهنا واحد الراجل غادي يشوفه وغادي يجي كيجري يتلح عليه بين ما جاو البوليس يشدوه. وبغيتكم تعقلوا مزيان على هذه المعلومه، يعني هذا الراجل اللي جا شد خونا غيجيو سيدي البوليس يشدوه في البلاصه، والمشكل صافي غادي يتحل. الناس خيخات وجاتهم الصعره عليه وبغاو يعرفوه باي ثمن باش ينتقموا منه، ولكن المشكل وهو بما انه خونا يعني المجرم عمرو 17 عام، فالبوليس قالوا لهم اودي راه ما يمكنش لينا نقولوا لكم شكون هو، راه السيد باقي قاصر. واخا هو راه فاش يلاه وقع داكشي كان بقى ليه غير شويه ويدخل 18 عام، ودابا وهو مشدود ولات في عمرو 18 عام وغيتحاكم على هذا الاساس. وبما انه البوليس تستروا على الهويه ديالو، فبنادم ضروا راسه وقال لك والو خاصنا نعرفوا هاد راس الطنجيه شكون هو. اشاعه تجيب اشاعه، حتى اخيرا غيكتشفوا بلي المجرم هو مهاجر مسلم من افريقيا واللي جا لبريطانيا باش يطلب اللجوء. ايوا البريطانيين فاش عرفوا هاد المعلومه جاتهم من الجنه والناس انه مسلم ومهاجر من الفوق، ونيشان مشاو قصدوا مقر اللاجئين وهجموا عليه. دابا راه الزبايل والكوارث اللي كيديروها البريطانيين لا تعد ولا تحصى، ولكن بما انهم بويض فهم مولفين يكزروا في بعضياتهم، ولكن مسلم يديرها، اذا هنا بدا كيدق ناقوس الخطر. فشنو يديروا ما يديروا؟ في مده يومين، يعني يومين من بعد ما وقعت الحادثه، بنادم بدا كيخرج في مظاهرات ولاو كيهجموا على الجوامع ويتعدوا على المسلمين، وكلشي بدا كيطالب الحكومه بانها تجري عليهم. في ظل هذه المشاكل كامله اللي نايضه وهذا السخط الشعبي اللي ما بغاش يسالي، لا البوليس ولا الحكومه خرجوا بيان من بعد وقالوا لهم اودي راه السيد اللي دار ديك الكارثه راه ما عنده حتى شي علاقه بالاسلام، وانه القاتل راه مسيحي وتزاد في بريطانيا، ولكن الاصل ديالو من ايرلندا وسميتو اكسيل، ووالديه مسيحيين متدينين ومواظبين على الصلاه في الكنيسه. ونزيدكم من الفوق، هذا الدري اللي قلت لكم حيد ليه الجنويه وبقى شادو بين ما جاو البوليس وكان غيجيبها في راسو، صدق هو اللي مسلم وسميتو عبد الله. وهذه المعلومات واخا خرجوا وتسرب الفيديو ديال المجرم وشافوه الناس، وتقول واش بنادم بغى يدير عقلو، لدرجه انه الحكومه البريطانيه ولات كتوصف الشعب ديالها بالارهابي، الشيء اللي خلاهم يعتقلوا اي واحد شارك في المظاهرات العنيفه. ولكن بما انه بنادم كان كثير، فالبوليس غيبقاو خدامين غير بالكاميرات باش يجبدوا هذوك اللي كيديروا الفتنه، وما كاين غير عامين 3 سنين المعلم ديال الحبس باش بنادم يتربى، لدرجه انه الحكومه بدات كتزيد البلايص في الحباسات باش يقدروا يستحملوا الكم الهائل السجناء. ولكن واخا هاد المعلومات كاملين ما قدروش يحبسوا اعمال الشغب. رئيس الوزراء كير سترامر قال انه هاد الاجرام ماشي طبيعي، واتهم بشكل مباشر احزاب وجماعات اليمين المتطرف بانهم هما اللي دايرين هاد السيناريو كامل، حيت اصلا هما عندهم تاريخ طويل مع العنصريه وخصوصا مع المسلمين، بحال رابطه الدفاع الانجليزي والجبهه الوطنيه ورابطه الدفاع عن البيض والحزب الوطني وحزب الاستقلال. اي حتى هما عندهم حزب الاستقلال، وحتى هو كيدير الزبايب بحال جنة، كاين شي مشكل. ومن فوق هادشي جوج من اشهر الوزراء والسياسيين حتى هما غادي يشاركوا في هاد المعمعه، ولحد الساعه الخبراء في بريطانيا كيقولوا ان هادي أسوأ موجه كراهيه في تاريخ بريطانيا من بعد الحرب العالميه الثانيه. وهادشي خلى الاستاذ المحترم ايلون ماسك يقول انه الحرب الاهليه هي مستقبل بريطانيا. ايوا هما ينوضوا ليه عاوتاني السياسيين وقلبوها معاه صباط، واتهموا بانه كيحرض الشعب ديالهم من خلال تويتر بهاد التصريحات الخطيره، وداكشي علاش ولاو كيعتقلوا حتى الناس اللي كيكتبوا تغريدات بهدف يزيدوا يشعلوا الفتنه في السوشيال ميديا. وتخيلوا انه حتى من العمده ديال لندن
ولا خايف على راسو حيت مسلم، وقال انه من ديما كان كيتعرض للاعتداءات العنصريه من طرف السياسيين المعارضين، ودابا صافي كملات مع هاد الكوارث اللي واقعه حتى ولا خايف من خياله. والسيد بدا كيتفكر كاع ديك التمارة اللي دازت عليه من تهديدات من نهار انتخبوه في 2016، لدرجه انه حتى من بناتو ولاو خايفين وما قادرينش حتى يخرجوا مساكن يشريوا الخبز. دابا غالبا غتسول راسك اشنو كاع داروا المسلمين باش يكرهوهم لهاد الدرجه. وباش نجاوبوا على هذا السؤال غير خصنا نرجعوا شويه للور ونحللوا كيفاش تغيرت البنيه ديال المجتمع البريطاني. في 2016 شي مسلمين غادي يأسوا جوج ديال الجماعات المتطرفه. الجروب الاول كانوا باغيين يردوا المناطق اللي ساكنين فيها واللي حتى المسيحيين ساكنين فيها يتطبق فيهم قانون الشريعه، لدرجه بداو كيتعرضوا للبنات اللي مقزبات وكيضايقوهم. اما الجروب الثاني فكان لعاب على الصعيد الوطني باش يردوا بريطانيا كامله دوله اسلاميه، وخرجوا في مظاهرات باش يقولوا للدوله انهم ما كيعترفوش بالقوانين ديالها وانما غير القوانين ديال الاسلام، وانه في حال ما بريطانيا بقات كتفرض عليهم القانون ديالها فغادي ينوضوا الفتنه وعلاش لا يوصلوا حتى للحرب. المشكل انه في هذه المظاهرات غير لقاو انه عناصر ارهابيه داخلين معاهم، ولكن من غير هذا الشيء فالاسلاميين المتطرفين مع اليمين المتطرف البريطاني غينوضوها عاوتاني مع بعضياتهم، وغيعتبروا على انه اللي ما قبلش على بريطانيا كيف ما هي مرحبا به يمشي يخرج عليهم، خصوصا وانه ولاو مناطق على قدهم كيسكنوا فيها غير المسلمين، ودخل ليها تحلف عليها الى شي دوله من دول العالم الثالث. زيد على هذا الشيء انهم في هذه المناطق بنادم كيدير النقاب ويربي الحياه وكيتزوج باربعه ديال العيالات ويولد الدرنقه ديال الدراري، وهذا الشيء بطبيعه الحال ما عجبش البريطانيين اللي ولاو كيقولوا انهم خايفين لا بلادهم تولي بحال السعوديه، وماشي غير المسلمين اللي كيخلقوا مجتمع صغير ويسدوا على راسهم، وانما الاغلبيه كيكونوا مهاجرين من الهند او باكستان. ولكن هذه الامثله ديال التطرف كتبقى قليله بزاف وما كتمثلش المسلمين. واصلا الى جينا نشوفوا بريطانيا كاين فيها تقريبا 4 مليون مسلم واللي كيمثلوا غير 6.5% من الساكنه كامله. الجاليه المسلمه كيتمركزوا في 5 ديال المدن الكبيره، برمنغهام اللي فيها تقريبا 350,000 مسلم، برادفورد اللي فيها تقريبا 167,000 مسلم، والعاصمه لندن اللي فيها 145,000 مسلم، وهما اصلا اللي محركين لهم الاقتصاد البريطاني. رئيس مؤسسه نيو ايكونوميكس قال في واحد التصريح باللي النتائج ديال الابحاث بينات على انه المهاجرين كيعطيو اكثر ما كياخذوا، وانه المستقبل ديال بريطانيا كيعتمد على العطاء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي اللي كيقدموه المهاجرين. وفي واحد الدراسه اللي دارتها عاوتاني مؤسسه نيو ايكونوميكس كتقول باللي الى المهاجرين حبسوا الخدمه غير 24 ساعه فالاقتصاد البريطاني غادي يخسر 328 مليون جنيه استرليني. القطاعات اللي غادي تضر بزاف هي الصحه والفنادق والصناعات الغذائيه، بحيث انه المهاجرين كيمثلوا اكثر من 10% ديال العمال، وكيزيدوا في الاقتصاد البريطاني باكثر من 4% من الدخل القومي. نسبه المساهمه ديالهم واصله ل 31% في التنظيف، 30% في الفنادق والصناعات الغذائيه، وتقريبا 26% في الصحه. وبلا ما نهضروا على الخدامين اللي البريطانيين الاصليين ما تيرضاوش اصلا يخدموا فيها نهائيا، بحال التنظيف والزراعه الموسميه والمطاعم، وزيد عليهم حتى التمريض، ومصاب غير يتفكوا مع البليه بعدا. مركز العداله الاجتماعيه في لندن وصف بريطانيا بانها عاصمه الادمان على الخمر والمخدرات، وحسب التقرير بسبب البليه والادمان كيخسروا اكثر من 55 مليار دولار في العام، تقريبا 32.6 مليار دولار غير على الشراب، 23 مليار دولار على المخدرات. وحيت الحكومه البريطانيه ما قدرتش تحل لهم هذا المشكل ديال الادمان على الهيروين بدات كتوفر لهم الشراب رخيص. وبهكذا كنكون وصلنا لاخر الحلقه، والسؤال ديالي هو اذا كان فعلا الاسلام خايب والمسلمين كيمثلوا بطريقه خايبه، فعلاش ارتفع عدد معتنقي الاسلام من طرف البريطانيين لدرجه انه المسيحيه ولات كتعتبر ديانه الاقليه، بحيث انه في 2011 نسبه المسيحيين في بريطانيا كانت اكثر من 59% وحاليا ولات غير 46.2%، في الوقت اللي العدد ديال المسلمين كل 10 سنين كيتزاد بكثر من مليون.